بعد ساعات من إعلان توقيف المحاكمة لمدة أسبوعين بطلب من دفاع الرئيس السابق محمد ولي عبد العزيز، هيئة الدفاع عن الطرف المدني تعقد مؤتمرا صحفيا وتتهم دفاع الرئيس السابق بوضع عراقيل إجرائية متهافتة للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى موكلهم. دفاع الدولة أكد في بيان خلال مؤتمر صحفي أنه يحترم قرار المحكمة الذي أرجأت بموجبه النظر في الملف المذكور إلى حين بت المجلس الدستوري في طعن أعلن عنه محام المتهم الرئيسي في الملف محمد ولي عبد العزيز. واستغرب دفاع الدولة في بيانه أن يقدم دفاع المتهم مثل هذا الدافع في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه موكله قطب الروحى ومرتكز خطابه السياسي، ويتشبث بأنه هو من أعده أصلاً وعمل على تطبيقه على أكثر من شخص. في الجهة الأخرى، يقول منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولي عبد العزيز المحامي محمد نول الشدو في تصريح جديد إن توقيف المحاكمة مؤقتاً فرضه تدهور صحة موكلهم داخل محتجزه في مدرسة الشرطة بولاية نواكشوط الغربية، مؤكداً أن ضغط موكلهم تجاوز 20 درجة وهو ما يستدعي منحه رعاية خاصة وتوفير العلاج اللازم له. وكانت المحكمة الجنائية المكلفة بملفات الفساد قد قررت صباح الاثنين تلبية طلب لدفاع محمد ولي عبد العزيز بمنحه مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد من بينها المادتين 46 و 47. وخلال جلسات المحاكمة طعنت هيئة الدفاع في شرعية سجنه أثناء المحاكمة وطالبت بإطلاق سراحه، معتبرة أن قرار الإيداع غير شرعي لأنه لم يصدر في التاريخ والمكان اللذين حددهما القانون لإصداره. ومنذ افتتاحها ب25 يناير، اختصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولي عبد العزيز والمتهمين 10 الآخرين رهن التوقيف أم لا.